أنت لا تسمع تلك الساعات التي كادت جدر المستشفيات أن تسقط من صراخ والدتك رجاء أن تخرج من داخلها. أنت لا تذكر كيف غابت عنها تلك الآلام حينما قدمت إليها فنظرت إليك. كنت شيئا عظيما مع صغرك، مع بكائك، مع عنائك، مع تعبك. كنت شيئا كبيرا عندهما جدا، ومحل إجلال وتعظيم وفرح أنس. إذا أردت أن تعرف هذه القيمة فإنك ستدركها جيدا حينما تكون أبا، حينما تسمع صراخ زوجتك في المستشفيات حتى تخرج ابنك إليك، حينما تراها تتنقل بين العيادات وهي تكابد الألام والمتاعب، وقد تفرقت عليها عظام صدرها من شدة ما تجد من العناء حملته أمه وهنا على وهن. حينها ستعرف قيمة أمك جيدا وكثيرا وعظيما وكبيرا وجليلا، وستشعر أن أمك هي أجل نعم الله عليك ومثلها أبيك.